تعليق على تطورات الملف السوري معنا عبر السكايب من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بك أستاذ أحمد، برأيك ما هي الخطوات التي قد يتبعها المجلس الوطني السوري المعارض بعد انتخاب رئيس جديد له؟ هل سيواصل الاعتماد على الدعم الغربي رغم كل ما قالته هيلاري كلينتون عنه؟ المجلس السوري الحر بكل أسف يعني بيتلقى معونات وبينكر أنه تلقى معونات. أنا قرأت منذ قليل تقرير عن طريق الأسوشيتد بريس مع جورج صبرا الرئيس الجديد للمجلس السوري الحر، المجلس السوري الوطني، وفيه بيلوم أن الولايات المتحدة لا تقدم أي معونات. بالأمس فقط تم تخصيص مبلغ 34 مليون دولار معونات إنسانية للاجئين السوريين في الدول المجاورة ليصل حجم المساعدات الأمريكية لأكثر من 165 مليون دولار. هذه أولا. النقطة الثانية، انتخاب السيد جورج صبرا كرئيس المجلس الوطني الحر، ونعلم يعني تأثير أو نفوذ التيارات المتأسلمة في داخله، هو يمثل سيناريو حزب الحرية والعدالة في مصر عندما انتخبوا أو عينوا نائب لرئيس الحزب مسيحي، فهي مجرد مسرحية إعلامية يتقنها الإخوان المسلمين وتشكيلاتهم المتنوعة سواء في مصر، في سوريا، في غزة، أو في حتى حدود الصين. هذه ثانيا. ماذا يريد المجلس السوري الحر؟ هو يريد أسلحة بلا حساب، يريد أسلحة ثقيلة بلا حساب. ولا أستطيع أن أتكهن أن الدول الغربية ستكون بهذه السذاجة أن تمدهم بأسلحة متقدمة. وقال السفير فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا في اجتماع في الدوحة أخيرا أن عليهم أن ينسوا أي تدخل عسكري للولايات المتحدة. وهو من موقعه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أؤكد هذا التصور أنه لن يحدث تدخل عسكري من الولايات المتحدة. على المعارضين السوريين أن يوحدوا صفوفهم في البداية حتى يكتسبوا ثقة واحترام العالم. لكن هل تواصل إخفاقات المعارضة أستاذ أحمد في التوحد و يعني توحيد صفوفها والبعد عن الانقسام، هل تواصلها في البعد عن هذا الشيء سيدفع الغرب ربما إلى التدخل المباشر دون تدخل بالوكالة؟ لن يحدث تدخل مباشر من الغرب تحت أي ظرف من الظروف. الحروب تكلف الأموال الطائلة. يجب أن ننظر إلى الإجراءات التقشفية في دول الناتو سواء من أوروبا أو إلى الولايات المتحدة. الاقتصاديات هذه الدول لن تتحمل الدخول في مغامرات عسكرية غير محسومة الجانب، ولن يجدوا التأييد الشعبي موجود في بلادهم لتأييد قوات معارضة في أغلبها يعني مستوردين مقاتلين من الشيشان وأفغانستان وكوادر من القاعدة تتسرب إلى سوريا. هذا لن يكون. الدعم على المجال الإنساني سيستمر. اللاجئين هم أصبحوا اليوم مشكلة لتركيا عضو الناتو، وأصبحوا مشكلة في الأردن وفي لبنان أيضا، ولبنان البلد المجاور لسوريا على وشك أن ينفجر أيضا بسبب هذه الضغوط التي لم يكن له فيها ناقة ولا كمل. لكن بنظرك هل يمكن البدء حاليا بأي عملية سياسية بين المعارضة والسلطات؟ أم أن ذلك يتطلب ربما تغيرا ملموسا على الأرض أو تغيرا ملموسا في المعادلة؟ طبعا يتطلب موقف أكثر توحدا للمعارضة. السيد جورج صبرا والمجلس الوطني السوري لم يقدم وجهة نظر أنهم يتصارعون على الكعكة قبل أن يحصلوا حتى ويضعوا أيديهم عليها. التقرير التي ذكرته حضرتك في بداية النشرة أن مقاتلين جيش سوري الحر تمكنوا من الـ يعني استحواذ على نقطة على الحدود التركية. المشكلة ليست في هذا، ولكن المشكلة إلى متى سيستطيع الاحتفاظ بها. الجيش السوري الحر استطاع أن يعني يحقق نجاحات مؤقتة بعض الشيء، ولكن لا يستطيع أن هو يستمر في الاحتفاظ بالنتائج والمكاسب التي حققها. فهي سجال. النظام بشار الأسد هو نظام دموي، ووصل إلى نقطة أنه يعني يتخيل أنه يستطيع أن ينهي هذه الثورة عسكريا. الموقف في سوريا لن ينتهي عسكريا سواء من ناحية نظام بشار الأسد الدموي ولا من ناحية المعارضين السوريين ولا المرتزقة أو المجاهدين الذين يطلقون عليهم مجاهدين من أفغانستان والشيشان إلى آخره.
طيب رغم كل الجمود السياسي الذي يكتنف المشهد خلال الأيام الأخيرة، هل هو بنظرك بسبب الانتخابات الأمريكية؟ هل هي كانت السبب؟ هل تتفقون مع من يعتقد بأن هناك تحركات جديدة أو سيناريو يعقد حاليا بعد انتخاب أوباما رئيسا لولاية ثانية؟ لا يوجد أي سيناريوهات، هذه مجرد مقولات يعني باستخدام الأسلوب الشرق أوسطي في تمديد مشاكلنا السياسية ولا نصل فيها إلى حلول، ويعتقد أن الحل سيأتي من السماء، من واشنطن أو من موسكو أو من بكين، وهذا لن يحدث. إدارة الرئيس أوباما سياستها الخارجية، وكما هو معلوم للجميع، أنها ستتجه إلى القارة الآسيوية كما ذكرت قبل ذلك في لقاء منذ يومين على روسيا اليوم، وأعلن بالأمس أنه سيقوم بالزيارة في 17 من هذا الشهر إلى ميانمار أو بورما سابقا وتايلاند وكمبوديا. هذه إشارة صريحة أن الاتجاه هو لآسيا وليس إلى الشرق الأوسط. الشرق الأوسط التزاماتهم سيوفوا بها، سواء لمصر وإسرائيل في شكل المعونة، محاولة توفير معونات على الشق الإنساني للاجئين السوريين، بالنسبة للقضية الفلسطينية يعني لن يتمكنوا من وجود أي حلول طالما أن الطرفين لا يستطيعوا أن يتفاوضوا مع بعضهم، وبسبب الانتخابات الإسرائيلية فأنا لا أرى أنه سيحدث أي مفاوضات، ولكن لن يحدث تغير في سياسة الرئيس أوباما. تم وضع القواعد بالفعل إلى أن يتم التركيز على الملفات في القارة الآسيوية بصفة أساسية والشرق الأوسط في أضيق الحدود. طب هل المعارضة بصفتها الحالية رغم كل ما يقال عنها من مشاعر الاستياء من تصرفات المسلحين حتى في الشارع المتعاطف معها أصلا، هل هي بالفعل قادرة على إحلال الديمقراطية المنشودة التي بدأت المطالبة فيها عندما كانت معارضة سلمية؟ سيدي الفاضل، الديمقراطية هي يعني سلوك وممارسة، لا أعتقد أنها يوجد أي دولة في نطاق الدول المتحدثة بالعربية تستطيع أن تأتي بالديمقراطية بين ليلة وضحاها، هذا أولا. ثانيا، المشاهد الدموية اللي بنراها على الفيديوهات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي يعني بتورينا أن جيش سور الحر ليس أقل دموية من قوات بشار الأسد، فالاثنين يعني سبحان الله يعني متوافقين في هذه النقطة. لا يوجد أي مقاتل شريف أو مناضل حر يقبل أن يقتل أسير في عهدته، وما بالك إذا كان هذا الأسير من أبناء لحمته الوطنية. هؤلاء سوريين يقتلون سوريين، أنا أدين بشار الأسد ولكني في نفس الوقت أدين الجيش السوري الحر، ما يحدث خارج المعايير الإنسانية المقبولة، لا يحدث عن أناس متحضرين ولكن عن جماعات همجية بكل أسف. طب هل باتت بنظرك واشنطن وحلفاؤها الغربيون قلقين احتمال سيطرة الإسلاميين باختلاف أطيافهم على المعارضة السورية؟ هذا ما ننتظر أن نراه في الأيام والأسابيع والشهور القادمة. واشنطن لن تتخذ إجراء بالتورط عسكريا في سوريا. من كانوا يعني يبنون حجتهم السياسية ومواقفهم على هذا الافتراض لن يحدث. الناتو لن يتدخل عسكريا، أقصى ما يمكن أن يوفروه هو المساعدات الإنسانية، ربما بعض الأنظمة العربية التي لها مصالح تمد هؤلاء يعني المعارضين ببعض الأسلحة، ولكنها لن تكون بنفس قوة والزخم إذا أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر. ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن يصل إلى الحكم في دولة مثل سوريا نظام حكم إسلامي كما هو حدث في ليبيا وتونس ومصر، ولكن لطبيعة التركيبة الإثنية والمذهبية والسياسية في سوريا ولبنان وهذا النطاق يستلزم حكومة يعني توافقية أكثر من هذا، وهذا التوافق لا نراه أمامنا في النقطة في الوقت الحالي. شكرا جزيلا للمحلل السياسي أحمد فتحي، كنت معنا من نيويورك عبر السكايب.